اسمي عبد الرحمن، ما طالب في كلية الطب في جامعة قطر أول سنة. اخترت مجال الطب لأنه فيه تحديات. أنا من بين 4 أخوان كلهم في مجالات مختلفة، حبيت مجال يكون غير عنهم وفيه تحدي ومجال راح أحبه، فاخترت مجال الطب. واختار جامعة قطر لأن البيئة بالنسبة لي مريحة، أقدر أتعامل مع الكل بأسلوبي الخاص، ما أكون غريب على الناس. طبعاً كلية الطب جامعة قطر تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030 بحيث أنها تكون كوادر قطرية على مستوى عالي، بحيث أن العالم الخارجي هي عندنا الدوحة يتعالج بدل ما احنا نروح عندهم. اسمي يمان فريد، طالب كلية الطب دفعة أولى. أول ما فتحوا كلية الطب هون صار في عندي يعني مثل تقولوا شرح صدري. كنت أمنية حياتي أني أكون هالشيء، أني أكون هون، وجامعة قطر حققت لي هالأمنية بحيث أني أكون طالب في كلية الطب وأنه يكون الطب هو مجال حياتي. Hello, I'm Hind Sakala, student at Kyu College of Medicine, first batch apparently. Why I want medicine, it's because I definitely can't see myself in any place other than medicine. I've always wanted to be a doctor and I didn't really think that I'll be here in Kyu or I'll get accepted, but I did. My name is Minnatullah Hisham Ahmed Abdul Qadir and I'm a student in the first batch of medical students here in Qatar University. After realizing that I wanted to take the medical career path, funny enough, it seemed as if fate opened its gates to me because the College of Medicine here in Qatar launched straight after I graduated. And obviously it seemed like the perfect option. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Ahmed Muhammad bin Ni'ma, fi kulliyat talib sana ula fi kulliyat at-tibb fi jam'at Qatar. أنا من زمان كان حلمي أكون دكتور، ما حلمت أي شيء غيره من يوم ما كنت صغير، والحمد لله من عقب ما تخرجت من ثانوية انقبلت في كلية الطب وايل كورنيل في قطر، لكن بعد سنتين منها قررت أن أطلع منها ويا جامعة قطر لأن فيها عدة إمكانيات وشفت نفسي أكثر فيها. السلام عليكم، أنا أبرار ياسر السيد من كلية الطب بجامعة قطر. أنا اخترت هذا الطريق لأنه بحس هذا الطريق هو الأنسب إلي. دائما لما كنت اتفرج على التلفزيون واشوف الدكاتره اللي الاطباء اللي بيروحوا بيساعدوا ناس بافريقيا او ببلدان ثانيه فقيره بيساعدوهم وبيعالجوهم بلا مقابل، يعني فولنتيرينج، فدائما بحس انه انا لازم اكون بهذاك المكان.